طب وين المشكله؟ بالعكس هذا تميز، انه يكون عندك عصير طازج معلب موجود في كل السوبر ماركت وكل البقالات. يا اخوي الا ما تتحول، كيف سووها هذول؟ قايل لك تضبط يعني تضبط. طب اوكي مدام صار معنا عصير الطبيعي والطازج هذا، خلينا نقرا المكونات. يقول لك ماء نقي، خلاصه الفراوله، سكر. سكر اوكي، سكر يعني ممكن نحط في بعض العصيرات الطبيعيه. ماده حافظه E202، اجل عصير طبيعي. حياكم الله من جديد، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، فقره برودكاست تواصل. في هذه الفقره نستضيف الاسماء الفاعله والمؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي. معنا هذه المرة مقدم برنامج اليوتيوب حقنا محمد العاصم محمد. حياك الله معنا وأهلا وسهلا فيكم برودكاست. أهلا وسهلا فيكم بعد، وأنا نيابه عن فريق برنامج حقنا نرحب فيكم في موقع تصويرنا. طيب محمد، يعني احنا إذا حبينا نتكلم، يمكن مثل ما قلت سحبت السؤال الأول من فمي، ليش حقنا وليش محتوى برنامجكم يعني خلينا نقول هجومي على بعض الجهات؟ الاسم حقنا، هذا السؤال اللي دائما نسأل عنه، هو بالعامية هو الشخص اللي دائما بيدور وراك وبيبدأ يطلع أسرارك وبيشوف إيش خباياك، عرف؟ فإحنا اخترناه هجومي لأنه هو مش ساخر فقط، هو توعوي ساخر، يعني بيبين للمستهلك الإعلانات المضللة، بيكون وراها منتجات فيها تضليل وتلاعب. أنتم تتوجهون يعني تنتقدون الإعلان ولا المعلن؟ نفس لا. الإعلان ولا نفس المعلن؟ لا، إحنا ما دخلنا الإعلان، انتقادنا للإعلان تخصصنا، بس بعض الإعلانات بتسحبك للمنتج لأنه بيكون إعلان مختلف عن المنتج، اللي في الإعلان مختلف عن محتوى المنتج، حقيقة المنتج تضليل. أها، يعني أنت تقصد أنه في برنامجكم ما تبي تخلي المشاهد يكون ضحية للتضليل، فتحاولون بقدر المستطاع أنكم توضحون بطريقة كوميدية هل فعلا هذا المنتج او الاعلان حقيقي ولا مو بحقيقي. طبعا هو من جمال الفكره صراحه انه ساخر وفي نفس الوقت هجومي، يعني بتشوفه تبدا تشوف البرنامج كانك داخل على برنامج ساخر ومضحك، لكن هو فعلا توعوي وبيطلع خبايا وتضليل المستهلك بيدور عنها، بس يبغى واحد يبين له بيانات حق وحقائق علميه. طيب تقديم البرنامج محمد، انا لاحظت انه في يعني غيرك، في شخص اخر او في زميله لك تقدم البرنامج، انتم فكرتكم هل هي تقديم البرنامج كمضمون والمقدم البرنامج نفسه يختلف، ولا كانت تجربه فقط بسيطه ورجعتوا للوضع الطبيعي اللي يقدم البرنامج انت؟ لا طبعا، هي الفكره بطل الفكره، بطل الحلقه هو الفكره، المقدم طبعا بيختلف، احنا معانا ممكن تشوف مقدمين ثانيين على حسب اي موهبه بتجينا وعنده امكانيات حيقدم معنا، البطل في البرنامج فكره البرنامج. يعني ممكن يقدم شخص اخر غيرك وغير الزميله الاخرى اللي قدمته معك، ممكن يكون ثالث ورابع؟ طبعا، متى ما جاتنا الموهبه والامكانيات حيكون بالعكس، هذا يشرفنا وهذه هي فكره البرنامج. طيب محمد، في مشاهد مثلا يقول يعني انتم شو مشكلتكم بالاعلان؟ الاعلانات مثلا ما زالت تاثر على المشاهد ويجد او يصدقه، انتوا ليش زعلانين؟ طب احنا هذا وجهه نظر اخرى، انا مالي علاقه يعني. احنا لسه في بدايه البرنامج وانتهى موسم، احنا داخل على موسم ثاني وداخلين بثقل ومعانا مختبرات واخصائيين وبنطلع بحقائق مثبته وحنطلع بمصادر وحنشوف نهايتها مع الاعلانات، بس المستهلك متى ما شاف ناس توضح له وتبين تدليس وتضليل اعلان معين، صدقني هو اللي حينبسط وحتشوفه يتكلم. أنا لفت نظري في الحلقات اللي تقدمونها أنكم تذكرون بعض الحقائق فيما يتعلق بالأرقام، مثلا 25% طازج أو 40%، وأنت ذكرت في أحد الحلقات أنه لا يجوز أو ما يصح أن نذكر على منتج أنه عصير طازج مثلا إلا إذا كان يتجاوز الطبيعي 40%. أنتم تطرحون المعلومة هذه بشكل كوميدي، فهل هي فعلا معلومة حقيقية؟ طبعا المعلومة ماخذينها من أخصائيين، أصلا ما نقدر نقول معلومة إلا لازم تكون مثبتة علميا، بس الفكرة لازم تكون ساخرة عشان تكون متقبلة وتكون شائعة عند الناس، إنما المعلومات كلها لازم تكون حقائق علمية مثبتة من أخصائيين أو مختبرات أو استشاريين. دائما العمل التطوعي، بما أنك تقول المعلن ما راح يجيكم، أي عمل شبابي أو عمل تطوعي كذا بشكل تطوعي ما راح يستمر،
فأنتم فبالتالي راح تحتاجون للمعلن. خلني أجيبها لك بصيغة غير محرجة بالنسبة لك، هل ممكن تستقبلون يعني إعلان في الحلقات القادمة، وهل راح تأثر على مصداقية البرنامج؟ طبعاً إحنا أول شيء حابين نشتغل كمبدعين، عندنا جروب عمل حابين العمل، متطوعين فعلاً يعني. ما فكرنا في الهدف الربحي نهائيا، لانه فعلا يتعارض مع فكره البرنامج انه تنتقد اعلان، صعب انه تعمل اعلان، هذا ضرب في صميم الفكره. بس البرنامج لسه حيتطور وحيكون له ابعاد واقسام. خلصتوا الفصل الاول يا محمد من البرنامج، كم حلقه قدمتوا تقريبا؟ الموسم الاول كان 5 حلقات. 5 حلقات تعرضتوا الى مشاكل قانونيه؟ مش بالشكل يعني، احنا توقفنا في الوقت المناسب، لكن انا حسب معلوماتي انه فيه بعض المساءلات القانونية من بعض يعني احنا لما شفنا في بداية زي كذا توقفنا عشان نبدأ موسم ثاني. تعيدون ترتيب الأوراق؟ ترتيب نوعا ما، وفيه مصادر موثوقة وحقائق أكثر، ومعانا مستشفيات وخصائيين. أي منتج حنستهدفه أو إعلان لازم يكون الكلام اللي فيه علمي، حتى لو في مساءلة قانونية تكون مثبتة. تتكلم عن مساءلة قانونية، مثلا لو حب شخص أو معلن يرفع عليكم قضية، فتكونون من الناحية القانونية انه في السليم، ضبطين اموركم طبعا. طيب وين مسار برنامجكم؟ يعني انت الان مثلا تقول لي الفصل الثاني من البرنامج حددتوا عدد الحلقات. العدد الحلقات هو مبدئيا احنا في البداية الان، وبنشتغل وبنشوف برضو اراء المشاهدين ونشوف احنا فين رايحين. كل ما نقدم حلقة نطور اكثر، نشوف الاخطاء ونشتغل على نبتعد عنها في الحلقة اللي بعدها، عرفت؟ فالعدد بالضبط مو محدد يعني. ورش الكتابة والإعداد، وأنت يمكن حبيت أن نسلط الضوء على هالجانب تحديداً. الإعداد، كم شخص أنتم تعدون البرنامج؟ أسماءهم إذا حاب تذكر أسماءهم. والله إحنا الآن 5 الثابتين، بس في كل إعلان ممكن نضطر نجيب معنا شخص معين متخصص في الموضوع اللي نتكلم عنه، فبيكون في فريق الاعداد بيضيف لنا فكره، بيضيف لنا معلومه في الفريق الاعداد، بس الثابتين هم 5 يعني. البرنامج حقنا هل يقف خلفه شركه او مؤسسه خاصه قويه، ولا هو مجرد شباب، ولا يجمع الميزتين؟ لا، هو مجموعه شباب، عرفت، تبنوا الفكره وحابين يطلعون بالفكره لانه فكره ناجحه. في شركه معانا، بس الموضوع لا زال في بدايته، عرفت. صاحب الفكرة البرنامج هل هو شخص ولا مجموعة أشخاص؟ لا، شخص. حاب تذكر اسمه يعني ولا؟ لا، ما يحب يظهر. لا. طيب يعني محمد، تكلمنا تو عن المسألة القانونية، الضغوط اللي واجهتوها واللي ما حبيت تفصح عنها في موضوع بعض الشكاوى القانونية. أيوة. الفصل الثاني من هل تعتقد أنها تأثر عليكم في الأداء؟ إحنا عشان كذا توقفنا فترة عشان نشتغل تحسب لأي شكوى قانونية، أو مثلاً شركة معينة بتجيك تقول لك ليش وليش. إحنا حاسبين حساب كل شيء. وهذا يمكن يجرنا لسؤال، بعض الشركات اللي مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي اشتكت بعض الشباب، هل تعتقد أن مثل هل من القطاع الخاص مثل هالتوجه على بعض الأشخاص اللي ينتقد نشاطها ومنتجها أنها تقدم عليه شكوى عشان تقلل من شجاعة الطرح عنده؟ طبعاً، بس إحنا في حقنا بصراحة احنا نتمنى يعني، لأنه احنا بنكون معنا الحقائق المثبتة، نتمنى انه شركة تبدأ تجي تشتكي أو تقدم شكوى، لأنه حيكون عندنا المستندات وعندنا أوراق وكل شيء، مضبطين الأمور، كل شيء مثبت ومضبطين الأمور. الفقرة انتهت وعندي سؤالين بنقلها لك يمكن من متابعين البرنامج. الأول يقول حلقاتكم قصيرة جدا، وهذا يمكن أعتقد أنها دائما جدل يعني موجود دائما، البرنامج قصير البرنامج طويل، لكن فيه واحدة من الحلقات دقيقتين. هي كنا ماشيين على دقيقتين في الموسم الأول، كنا حابين تكون قصيرة دقيقتين وإعلان واحد، هي فعلا قصيرة، والموسم الثاني حتكون أكثر، فعلا طولناها في الموسم الثاني. طولون المدة. إي طبعا. طيب راح يكون الإعلانات الغير مباشرة مثل الحملات لبعض الشركات اللي تكون تتوجه للشأن الاجتماعي وهي مغزاها، هل راح تكون ضمن خط البرنامج؟ طبعا اي اعلان فيه تضليل وفيه تدليس حيكون داخل معنا في حقنا. محمد احنا سعيدين فيك، وصلنا لنهايه الفقره، شكرا جزيلا لك. تشرفنا فيكم، منورين.